لكننا ما استمعنا. في ظل هادشي اللي واقع في العالم، الناس تقسموا الى ثلاث اقسام. القسم الاول كاين اللي ما كيخافش بصفه نهائيه لا من المرض لا من داك اللي خلق، مقابل غير هي ولا ماشي هي ولا ماشي هي، المهم عندها وردي ولا مارت غوزي ولا مارت ليموني ولا مارت شملو، وحاضي هذا وهذا والاخر والاخر والاخر، ونسى بانه غتقلب عليه الصنط. والنوع الثاني خلى هذا المرض انه يراجع راسه ويدير شي حاجه اللي ما دارهاش في عمره كامل، وهاد النوع الثاني منهم بزاف. والنوع الثالث زاد ايمانا فوق ايمانه، اي واحد كيتفرج فيا يقول اني نعم هو فيكم. هاد الفيروس هذا علمنا بزاف ديال الحوايج، شفنا ناس على حقيقتهم، شفنا شكون الخايب وشكون الزوين، راجعنا راسنا بزاف وبزاف ديال الامور الايجابيه، واخا كاين الامور السلبيه منها فقدان بشري ومالي واقتصادي. هاد الفيروس هذا علمنا بزاف ديال الحوايج. والسؤال اللي حير كلشي، اسامه واش غادي نرجعوا لحياتنا الطبيعيه اللي كنا فيها شحال هادي؟ الجواب على هاد السؤال كاين في هنا فين كاين القران الكريم. ياك حنا كنصوموا وكنصبروا للجوع، ولكن عارفين بان المغرب غادي يود، وكذلك هاد الفيروس. يعني دوك الناس اللي كيبقاو يقلبوا في القران واحد الصعوبه كاينه هنا، وراح حلمت بها واحد الاخت بانه الدواء ديال الكورونا وداك الشيء ديال الخزعبلات، داكشي كامل كذوب في كذوب. بلاص ما تقلب على ديك الصعوبه في القران قراه، وتما فين كاين العلاج ديال الكورونا. ودابا غادي يجيو شي وحدين غادي يقول لي اسامه كيفاش دابا الدواء ديال الكورونا كاين في القران؟ عطينا دليل، فين هو؟ بغينا نشوفو. ما تقلقوش انا جبت لكم الدليل من عند داعية محمود الحسنات. بلاص ما تقابل داك الفيديو ديال هي ماشي هي غوز ليموني وردي ومن غيرها من التفاهات، بلاص ما تقابل داكشي، استغل هاد الوقت هذا بشي حاجه مفيده اللي غتنفعك هنا والفوق. سبحان الله العظيم، شي واحد كيتقاتل باش انه يجيب شي عالم باش يعطيكم معلومات ويطلعوا معاه في اللايف، وتلقى 5000 6000 واحد كيتفرج فيه، واحد اخر مطلع معاه الكريماسات وكتلقى لي في طالع. المهم بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع الجواب ديال السؤال اللي كيقلب عليه كلشي، واش هاد الوباء غادي ينتهي او لا؟ الدليل كاين في القران الكريم، ولكن بشرط واحد، هاد الفيديو اللي غتشوفوه دابا غدير لي كيت وغتصنت ليه بقلبك. فخرج يونس واشار الى سفينه في البحر فاقلته، فركب السفينه بين هذه الامواج العاتيه، واذا بالسفينه خلال هذه الرحله تثقل عليهم، فقام بعضهم برمي الأغراض من خارج السفينة إلى البحر، لكن السفينة ما زالت ثقيلة، فكانت المشورة أنه لابد أن نضحي بواحد منا حتى يخف الحمل عن هذه السفينة. فما كان منهم إلا أن يقترعوا، صنعوا قرعة، فجاء في القرعة يونس أنه لا بد أن يضحوا بيونس عليه السلام. أعاد القرعة مرة ثانية، وإذا بالقرعة يونس، أعادوها ثالثة وإذا بالقرعة تخرج على يونس عليه السلام. وهي حكمة من الله، هي حكمة من الله جل في علاه. فقذفوا يونس في البحر فالتقمه الحوت، فأوحى الله إلى الحوت ألا يأكل من جلده شيئا وألا يكسر من عظمه شيئا. فنزل يونس عليه السلام في بطن الحوت، ونزل الحوت إلى قاع البحر، فسمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى في قاع البحر، سمع صوت تسبيح الحصى في قاع البحر. حينها فنادى في الظلمات ليس وباء ولا فيروس، هو داخل بطن الحوت وفي ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، في بطن الحوت صلاة، يعني يونس ما صلى، ما كان ليونس في بطن الحوت صلاة، ولكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فوجده
في الشدة. أيها الأحبة، يا من تتابعون الأخبار ساعة بساعة، يا من تتابعون العواجل ساعة بساعة، ما كان ليونس في بطن الحوت صلاة، وإنما قدم عملا صالحا في الرخاء حتى ينقذنا الله من هذا الوباء. أنبحث عن الأعمال الصالحة تحت وبين رفوف قضايا المحاكم في هذا الوباء، نبحث عن أعمالنا الصالحة في صلاة الفجر التي كانت تئن وتبكي وتصرخ قبل هذا الوباء وبعد هذا الوباء. هل لنا أعمال صالحة في الرخاء قدمناها والبنوك كانت تفتح أبوابها للربا، والربا عندنا كشرب الماء، والربا في أوطاننا وفي بلادنا كشرب الماء. عملا صالحا قدمه في الرخاء فوجده في الشدة، حتى أنه لما نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا قالت الملائكة؟ قالت يا رب صوت نعرفه من عبد نعرفه، يا رب صوت نعرفه من عبد نعرفه. فقال الله جل في علاه هذا صوت عبد يونس. أحبتي، ما الذي قدمه يونس حتى ينجيه الله من بطن الحوت؟ فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه. أحبتي، قال الله أنه كان ليونس عليه السلام قبل أن يلتقمه الحوت أنه كان من المسبحين، فلما عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. واليوم الأخبار تنادي والعواجل تصرخ، أيها العالم أنقذونا، والعرب يصرخون والعرب يبكون أن أنقذونا من هذه الشدة التي قتلت مئات الآلاف. ماذا قدمنا لله في الرخاء؟ أجيبوني، أليس القتل والدمار في بلادنا؟ أليس المسلم يقتل أخوه المسلم بدم بارد؟ أليست نيران الفتن لم تطفأ حتى اللحظة في بلادنا؟ أليس أكل حق الميراث وأكل مال اليتيم في بلادنا حدث ولا حرج؟ ثم ننادي من؟ ننادي الغرب أن تعالوا لنا بلقاح، تعالوا لنا بلقاح كي تعالجوا لنا هذا الوباء. وقد أنزل الله لنا اللقاح في كتابه قبل أن يحل الوباء، لكننا ما استمعنا، ما استمعنا. ننادي ونصرخ الربا قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين يا ناس، الزنا الذي في الشوارع، النساء العرايا في الشوارع والناس لا تسمع ولا ترى، تظنون من الغرب سينقذنا؟ هؤلاء الذين علمونا أو قالوا أنهم صعدوا إلى القمر، اليوم عادوا ليبحثوا في القرآن عن معنى الطهارة، عادوا إلى نقطة البداية. الذين صعدوا إلى القمر عادوا ليتعلموا معنى الطهارة وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، عادوا إليه. وما زال المسلم حتى اليوم ظالما، سبحان الله، حتى في ظل هذا الوباء، حتى في ظل هذه الكارثة التي حلت بنا، الغرب
يوزعوا الكمامات في بلاد أوروبا مجانا، ونحن في بلادنا أول ما جاء هذا الوباء حدث ولا حرج عن أسعار الكمامات. ليسوا بمسلمين ولم يغلوا الأسعار، ولم يصبح ثمن الكمامات مضاعف عشرات المرات، وإنما توزع في أوروبا الغير مسلمة هذه الكمامات مجانا. والتجار في بلادنا ورجال الأعمال في بلادنا بدل أن يفتحوا أموالهم، وبدل الناس في الصيدليات وفي المستشفيات أن يكون المسلم للمسلم كالجسد الواحد، وإذا بغلاء الأسعار حدث ولا حرج، وإذا بالمتاجر تذهب إليها لتريد أن تشتري خضارا أو تشتري شيئا لا تجد شيئا، لا تجد شيئا. هل خفنا من كورونا ولم نخف من الله؟ سبحان الله، فائر الصغير لا يرى بالعين المجردة أخافنا، وشعوب ظلمت لم تخف من الله سبحانه وتعالى. وكم والله يحزنني هذا الزمان ونحن نرى مساجد بلا مصلين، وأذان بلا إقامة، ومنابر بلا خطباء. المهم إذا مشت تفك الوباء عرفوا بأن الله أعطانا الفرصة الثانية نستغلها إن شاء الله.